من شرم الشيخ أن مصر آمنة ومستقرة وأن أحدا لن يتمكن من كسر إرادة المصريين. استشهاد فلسطيني إثر مداهمة وحدة إسرائيلية لمستشفى في الخليل. أكراد العراق يشنون هجوما واسعا لاستعادة سنجار من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. منتصف نهار القاهرة العاشرة بتوقيت جرينتش، تحية لكم وهذه نشرة إخبارية مفصلة. مرحبا بكم. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده مطار شرم الشيخ الدولي إن حادث الطائرة الروسية المنكوبة فردي ولا يمكن إصدار أحكام مسبقة حوله دون التأكد من نتائج التحقيقات. وأكد الرئيس السيسي أن مصر آمنة ومستقرة وأن أحدا لن يستطيع أن يكسر إرادة الشعب المصري. زيارة مفاجئة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة السلام شرم الشيخ في طريق عودته من المملكة العربية السعودية. تفقد خلالها إجراءات تأمين مطار شرم الشيخ الدولي، حيث استعرض سيادته مع المسؤولين عن أمن المطار إجراءات تأمين وسلامة المسافرين. احنا موجودين دلوقتي هنا واحنا نازلين في المطار وبنغادر وحنغادر تاني وبنأمن وحنأمن أكتر، لأن احنا اللي بنديله يعني تأشيرة دخول مصر ده معناه ان احنا بنقول له انك انت مرحب بيك امن ومستقر، تيجي وتقعد وترجع بالسلامه لبلدك. ده كلنا لازم نقدمه، مش اجهزه الامن بس، كل المصريين. فانا مش هجاوب على يعني ما يتردد في هذا الامر، لكن عايز اقول كنا نتمنى ان احنا ما نستبقش. وعن حادث الطائرة الروسية أكد الرئيس السيسي أنه حادث فردي ولا يمكن إصدار أحكام مسبقة حوله دون التأكد من نتائج التحقيقات، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات بمنتهى الشفافية والوضوح. أنا عايز أقول إن إحنا مش عايزين حتى للحسم اللي هي الفردية دي إن إحنا نتعجل ونحكم أحكام مسبقة دون التأكد من نتائج التحقيقات. احنا هنعلن بمنتهى الشفافية والوضوح النتائج، مش هنخبي حاجة، لان دي ارواح ناس مواطنين ابرياء جم لمصر، واحنا حريصين على ان اي حد يبقى موجود هنا على ارضنا امن ومستقر يجي بسلام ويرجع كمان بسلام وامان. وخلال تصريحاته أكد الرئيس السيسي أن الشعب المصري متوحد ويقف بكل قوة وصمود من أجل بناء بلاده، مشيرا إلى وعيه وتفهمه لكل ما يدور حوله من محاولات للنيل من مصر. أعتقد أن الشعب المصري كله دلوقتي متوحد جدا وصامد جدا جدا وواقف بكل قوة وشموخ لاجل خاطر مصر ولاجل خاطر بلده، وهو متفهم ما يدور ومستعد يواجهه وبنواجهه وحنواجهه وحنبني بلدنا بكل قوه، لان النجاح هو ده، اعداء النجاح بيحاولوا ينالوا من مصر، هو ده الواقع. وخلال رده على سؤال حول الانتخابات البرلمانية وجه الرئيس السيسي رسالة إلى الشعب المصري حثه خلالها على التوحد في مواجهة التحديات القائمة. بقول لهم اطمنوا على مصر وخليكوا دايما دايما جنب بعض، هو ده الحاجه الوحيده اللي محدش هيقدر ينال من مصر كل من المصريين كده. وبالمناسبه انا خليني اقول كلمه لرجال الاعمال، انتم في بلادكم محدش ابدا يقدر يمسكم، في قانون بيحكمنا. الكلام اللي بيتردد احيانا ده وبيدي رساله مش مظبوطه، ده كلام مش مظبوط. البلد دي بلدهم وبلدنا كلنا، ومفيش فيها غير القانون، وأي حاجة تسيء أو فيها إهانة أنا لا أقبلها. إذن هي زيارة بعث خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي برسائل عدة للداخل والخارج، مفادها أن مصر بلد آمن سينعم كل من يقصده بالأمن والاستقرار. أية عبد اللطيف، النيل.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بزيارة مفاجئة إلى مدينة شرم الشيخ في طريق عودته من المملكة العربية السعودية لتفقد إجراءات تأمين مطار شرم الشيخ الدولي. واستعرض مع المسؤولين أمن المطار عن أمن المطار إجراءات تأمين وسلامة المسافرين، كما التقى الرئيس السيسي في المطار بأعداد من السياح الذين جاءوا من دول متعددة إلى شرم الشيخ، حيث رحب بهم وأكد لهم أنهم آمنون تماما في مصر، مطالبا باقي الدول العالم بعدم التردد في السماح لأبنائها بالسفر إلى المقاصد السياحية المصرية وعلى رأسها شرم الشيخ والغردقة، كما أجرى الرئيس حوارات مع هؤلاء السياح. هذا ويزور اليوم وزير السياحة هشام زعزوع شرم الشيخ، يرافقه عدد من ممثلي القطاع المصرفي ووسائل الإعلام المحلي والدولي. تهدف الزيارة إلى دعم السياحة الداخلية والخارجية للمدينة وبث رسالة طمأنة إلى السائحين بأن شرم الشيخ آمنة ومستقرة وترحب بالزائرين من جميع أنحاء العالم. وعلى المزيد من المتابعة انضموا إلينا مباشرة من شرم الشيخ موفد النيل عمرو عبد العزيز. عمرو، بعد يوم من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة شرم الشيخ، ما هو الجديد لديك وأعداد الوافدين من السائحين إلى المدينة؟ نعم أمل، يعني زيارة الرئيس السيسي أمس لمطار شرم الشيخ وتفقده للإجراءات الأمنية وحديثه مع وسائل الإعلام المختلفة وأيضا التقاطه للصور التذكارية مع عدد من السائحين، ربما يعني بعث رسالة طمأنينة لعدد من العاملين هنا والمستثمرين بأن الدولة تسعى قدما في الاتجاه لتنمية شرم الشيخ، أو عفوا لإعادة شرم الشيخ للطريق مرة أخرى بعد أن يعني غادر الكثير من السائحين خاصة الروس والإنجليز. لكن يعني هناك بريق أمل كما تحدثت وذكرت من قبل، خاصة عقد هذه الزيارة وعقد عدد من المبادرات التي أطلقتها مؤسسات حكومية وغيرها أيضا من مؤسسات المجتمع المدني وغيرها من الدول العربية. فعلى سبيل المثال الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين قد أمر اليوم ب المتوجهة إلى مدينة شرم الشيخ لتنشيط السياحة العربية هنا في مدينة شرم الشيخ. لكن للحديث بشكل يعني أوضح أتحدث مع الأستاذ أيمن شكري مدير عام أحد المنتجعات هنا في مدينة شرم الشيخ. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا. شرم يعني في البداية منذ أن حدثت الأزمة، يعني عقب حدوث هذه الأزمة وعقب عدد من الدول أن أعلنوا إجلاء رعاياهم أو سفر رعاياهم وعدم سفر رعاياهم إلى دولهم وعدم وصول رحلات جديدة ووفود جديدة إلى مدينة شرم الشيخ، يعني أنت تتلمس الموقف بشكل أوضح، حدثني عنه. إن الموقف واضح لكل اللي شوية في الفنادق، الحركة تبان من الشارع في شرم الشيخ، حركة الأتوبيس، حركة الباص، حركة الموظف، إلى حد ما لازم نكون اتأثرنا شوية لأن احنا داخل الحدث. يطلعها زي ما قلت لحضرتك في نسب اشغال الفنادق، لو اخذت نسب اشغال الفنادق في الفتره الحاليه افريج بتاعها من 35 ل 40، في الوقت ده كان المفروض يكون اشغال شرم الشيخ فل، يعني بنتكلم عن 100% الاغلب الفنادق. الجنسيات اللي اتاثرت اكتر معانا طبعا الروسي، الانجليزي، الالماني ستيل شغال الى حد ما، اقل من الاول بس شغال برضه، اللي اتاثروا اكتر الانجليز والروس طبعا. دايما يعني حدثت ازمات من قبل في مدينه شرم الشيخ، يعني مقارنتك لهذه الازمه بالازمات السابقه وكيف او المده التي من الممكن ان تتخطى فيها مدينه شرم الشيخ هذه الازمه، ويعني ودعني ساتطرق لشيء اخر. من واقع خبره ازمات شويه في شرم الشيخ الكم حدث اللي كنا موجودين فيهم، الازمه دي هتاخد يعني في جهود ملموسه شايفينها حلوه قوي من رئاسه الجمهوريه ورئيس الجمهوريه، يعني توصل شهرين ثلاثه، نتمنى ان تتفك بسرعه ونلحق كريسماس وراس السنه، لكن يا موسى ربنا. هناك جهود بالطبع مبذوله وواضحه لتنشيط السياحه العربيه والداخليه، رايك ايه في ده وهل ده سيعوض يعني هذه عدم وجود السائحين الاجانب؟ تنميه السياحه العربيه او نديها دفعه ده شيء يعني هايل لابعد الحدود، يعني عايزين نقول لسه قد يكون شرم الشيخ بكر لاغلب السياحه العربيه، في عندنا عربية بس ما خدتش حقها من الدعاية والتنشيط لغاية دلوقتي. نتمنى الفترة اللي جاية تاخد، وعوضنا طبعا كويس، والسياحة بتاعتنا
اللي هي اللوكال ايجنت يعني تعوضنا نسبي، هتخلي شرم الشيخ فيه حركه لكن ما بتستمرش كتير لانها موسم زي ما حضرتك عارف، ضحية رمضان نص سنه اخر السنه، لكن اتعوضنا طبعا ونتمنى المصريين كده معانا ان شاء الله. ايمن شكري مدير احد المنتجعات بمدينه شرم الشيخ، بشكرك ميرسي خالص، شكرا ليك. يعني مشاهدينا الكرام ايضا بالطبع ننتظر العديد من المبادرات التي ستدخل حيز التنفيذ خلال الايام القليله القادمه، ربما الوزير هشام زعزع وزير السياحه اثناء قدومه لمدينه شرم الشيخ سيعلن عن مبادره شرم الشيخ في قلوبنا، ربما سنشهد وفود من الجاليات العربيه تصل الى هنا الى مصر في الايام القادمه. ايضا يوم السبت ننتظر عدد من الطائرات الألمانية، يعني في خلال الأيام القادمة بالطبع سيكون المشهد أوضح بكثير في انتظام العمل هنا في مدينة شرم الشيخ، انتظام العمل السياحي هنا في مدينة شرم الشيخ. عمرو، هل لديك بعض التفاصيل الخاصة بهذه المبادرة، مبادرة مصر في قلوبنا؟ نعم، هي مبادرة شرم الشيخ في قلوبنا، مبادرة شرم الشيخ في قلوبنا، يعني هي أعلنت عنها وزارة السياحة، تم تجميع عدد من المقترحات والأفكار المختلفة من قبل الشباب ومن قبل عدد من الشركات السياحية. هذه المبادرة لن تقتصر على الشركات الحكومية فقط، بل أيضا ستطال الشركات القطاع الخاص، هي ليست فقط لمدينة شرم الشيخ بل هي لعدد من المدن السياحية، على سبيل المثال الأقصر وأسوان وغيرها من المدن السياحية هنا في مصر، ستكون مدعمة بشكل كبير لتنشيط السياحة الداخلية داخل مدينة شرم الشيخ هنا وأيضا في المدن الأخرى. نعم، عمرو عبد العزيز مباشرة من مدينة شرم الشيخ، شكرا جزيلا لك. هذا ويواصل السائحون الألمان رحلاتهم إلى شرم الشيخ التي وصلت لأكثر من 8 رحلات أسبوعية. كان الاختيار وقد وقع على في أحد أكبر المعارض السياحية بألمانيا في نوفمبر الجاري. 8 رحلات أسبوعية من ألمانيا إلى شرم الشيخ لم يتم إلغاء أي منها باستثناء رحلة واحدة كانت على متن طائرة جيرمان وينكس التي ألغت رحلتها، إلا أن السائحين الألمان رفضوا إلغاء رحلتهم واستخدموا طائرة بنظام الشارتر للوصول إلى مقصدهم السياحي في شرم الشيخ، هذا فضلا عن رحلات الغردقة التي تعد المقصد السياحي المفضل للألمان. أنا أرى مصر رائعة وأنا أزور مصر كل عام للغوص، فأنا شديد الولع بالبحر الأحمر وأنا لا أشعر بالخوف في مصر. زرت مصر 20 مرة، بلد رائع لديه الكثير من التاريخ والحضارة والطقس الجميل والشواطئ، لا يوجد مكان يضاهي مصر. لقد زرنا مصر وقمنا برحلة نيلية وسوف نزور مصر دوما. مصر بلد رائع لديه جو رائع وفنادق جميلة وأناس طيبون. مصر بلد آمنة والسائحين لا يشعرون بأي قلق من تواجدهم في مصر، وبسؤال السائحين إذا كانوا يشعرون بالخوف في مصر أجابوا على الفور لا أو ناين بالألمانية. نحن لا نخاف، لا أهتم لهذه الأمور، أنا لا أشعر بالخوف، هذا أمر ممكن أن يحدث في أي مكان. تعداد السائحين الألمان إلى مصر وصل إلى ما يربو على 700 و250 ألف سائح في سبتمبر الماضي، وهو ما يعني ارتفاع أعداد السائحين الألمان الوافدين على مصر بنسبة أكبر من الأعوام السابقة. لقد قضينا وقت ممتع. نعم، لقد زرت مصر من قبل ولدينا الكثير من الأصدقاء هناك وتركت لدينا انطباع رائع. مصر بلد جميل والمصريون شعب رائع، البحر الأحمر مدهش في الغوص ولا يوجد أي بلد في العالم مثل مصر. وما زالت خطة مصر في دعم القطاع السياحي قائمة رغم كل التآمرات التي تحاك لها بضرب أحد مصادر الدخل القومي المصري، حيث أنه قد وقع الاختيار على مصر لتكون الدولة الشريك في أحد أكبر المعارض السياحية بألمانيا، فرصة السياحة بلايبزيغ في نوفمبر الحالي. السائحون الألمان يصطفون في مطار شينفيلد متوجهين إلى مصر، ولسان حالهم يقول عشقنا لمصر أكبر من أي مؤامرات، وستظل مصر قبلة السائحين من مختلف دول العالم، شاء من شاء وأبى من أبى. من مطار شينفيلد، إيمان البكري، قناة النيل، برلين.
تبدأ اليوم محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر أولى جلسات إعادة محاكمة المتهم محمود غزلان المتهم الثاني في القضية المعروفة إعلاميا بغرفة عمليات رابعة. كانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهم وآخرين اتهامات بتولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون وبإمدادها بمعونات مادية ومعنوية والاشتراك بالاتفاق على قلب دستور الدولة وإعداد مخطط لإشاعة الفوضى في عموم البلاد. وتنظر اليوم محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أيضا محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية إمبابة، وقد أسندت النيابة للمتهمين تهما تتعلق بإنشاء جماعة أسست على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة. كما تستأنف اليوم محكمة جنايات الجيزة محاكمة 45 متهما بقضية خلايا اللجان النوعية، وذلك بتهمة قتل مواطن باستخدام الأسلحة النارية والخرطوش وإحراق موقف للسيارات وإدارة شرطة النجدة بالأسكندرية. في الشأن الفلسطيني، استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم إثر مداهمة وحدة إسرائيلية لمستشفى الأهلي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية. وذكرت مصادر فلسطينية أن نحو 20 عنصرا من قوة المستعربين الإسرائيلية تنكروا في ملابس مدنية واقتحموا المستشفى الأهلي وقاموا باقتحام غرفة المصاب عزام شلالدة الذي يرقد بالمستشفى منذ أكثر من أسبوع إثر إصابته برصاص مستوطنين، وقد قاموا باختطاف بينما أطلقوا النار بكثافة على ابن عمه عبد الله الشلالدة الذي استشهد أيضا إثر إصابته بعدة طلقات نارية. بدأت القوات الكردية هجوما اليوم لاستعادة بلدة سنجار في شمال العراق من قبضة تنظيم داعش الإرهابي الذين سيطروا على المدينة قبل أكثر من عام. كانت القوات العراقية تمكنت خلال 24 ساعة الماضية من تحرير منطقة البوحياة في الرمادي من قبضة مسلحي تنظيم داعش الإرهابي. عملية عسكرية جديدة بدأتها القوات الكردية لاستعادة بلدة سنجار في شمال العراق من قبضة تنظيم داعش الإرهابي الذي سيطر على المدينة قبل أكثر من عام. العملية العسكرية تهدف إلى تطويق البلدة والسيطرة على خطوط الإمداد لتنظيم داعش وإقامة منطقة عازلة لحماية البلدة من نيران المدفعية. طائرات التحالف الدولي بدورها قصفت مواقع تنظيم داعش الإرهابي في بلدة سنجار دعما للقوات الكردية، ما أسفر عن وقوع أضرار بشرية ومادية بالتنظيم. تقع مدينة سنجار في موقع استراتيجي على الطريق السريع الرئيسي الذي يربط بين مدينتي الموصل والرقة، وهما معقلا تنظيم داعش في العراق وسوريا. وفي إطار سعيها لاستعادة المزيد من المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي على مدى الشهور الماضية، تمكنت القوات العراقية المشتركة من تحرير منطقة البوحياة في الرمادي مركز محافظة الأنبار بالكامل من قبضة مسلحي تنظيم الإرهابي. القوات العراقية المشتركة شرعت بالمرحلة الثانية لتحرير الرمادي بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي بدأت في يوليو الماضي، حيث تم خلالها عزل مدينتي الفلوجة والرمادي وفرض طوق أمني حولهما وقطع خطوط إمداد داعش بالأنبار وسوريا. وبنجاح القوات العراقية في تحرير الرمادي تكون قد تمكنت من إنهاء سيطرة التنظيم على الموصل معقله الرئيسي وأكبر مدن الشمال. وتمثل استعادة الرمادي دفعة معنوية كبيرة لقوات الأمن العراقية التي انهار معظمها في وجه تقدم تنظيم داعش الذي سيطر العام الماضي على ثلث أراضي العراق. ومتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مراسل النيل تحسين طه. تحسين، بداية كيف تتابع تطورات الوضع الميداني خاصة بعد بدء القوات الكردية هجوم لاستعادة بلدة سنجار في شمال العراق؟ تحسين هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بمراسل النيل تحسين طه، وسنعاود بالتأكيد الاتصال به للوقوف على آخر تطورات الشأن العراقي. أعلن الجيش الروسي قصف 277 هدفا إرهابيا تابعا لتنظيم داعش في سوريا خلال 48 ساعة الماضية. وأشارت وزارة الدفاع الروسية أن 85 طلعة جوية قد تمت في محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحماة وحمص ودمشق. وقد دمرت المقاتلات الروسية 3 دبابات وعربتين مدرعتين للمشاة يستخدمها تنظيم داعش الإرهابي جنوب مدينة تدمر الأثرية.
ومن ناحية أخرى أعلنت القوات الحكومية السورية في وقت سابق أنها تمكنت من فك حصار تنظيم داعش الإرهابي عن مطار كويرس أكبر المطارات العسكرية في حلب بعد مواجهات دامية مع مسلحي داعش. تعد عملية فك الحصار عن مطار كويرس الأكبر من نوعها منذ التدخل الجوي الروسي في سوريا في 30 سبتمبر الماضي. لم تكن عملية فك الحصار عن مطار كويرس العسكري بالأمر اليسير على الجيش السوري الذي بدأ تقدمه من منطقة السفيرة شرقي مدينة حلب قاطعا عشرات الكيلومترات باتجاه هدفه، فوحداته لاقت مواجهات قاسية مع مسلحي داعش الذين كانوا قد فرضوا حصارا شديدا على أكبر المطارات العسكرية شمال البلاد منذ مدة طويلة دون أن يستطيعوا بدورهم إسقاطه لاستماتة حاميته المحاصرة في الدفاع عنه. هذا الأمر حضر له عسكريا منذ فترة طويلة، والقوات الجيش العربي السوري مصمم على تحرير سوريا على تعزيلها من الإرهاب بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وهذا الموقع هو مهم تماما بالنسبة للجيش العربي السوري، وهذه الحامية الموجودة في هذا المطار محاصرة منذ أكثر من عامين. تحرير الكلية الجوية بمطارها العسكري كان له وقع كبير على المستويين الرسمي والشعبي، ليس لأن مئات الجنود حرروا أو موقعا عسكريا استعيد وحسب. الآن مع دخول الجيش العربي السوري إلى كويرس قطع طرق الإمداد للمسلحين السيطرة على طريق مطار الرقة حلب الحدود التركية، وبالتالي أصبحت الإمدادات تحت مرمى الجيش العربي السوري. السيطرة على أكثر من 30 تلة استراتيجية في المنطقة تغطي قوة نارية لمساحة أكثر من 700 كيلومتر في المنطقة أصبحت تحت مرمى النيران السورية، تشتيت الإرهابيين، والأهم من كل ذلك أن مطار كويرس سيعود إلى العمل ويكون محطة انطلاق. قوات الجيش المهاجمة أكملت تقدمها حتى حررت قرية رسم العبودي بعد المطار في محاولة منها لتوسيع نطاق الأمان، ومدفوعة بزخم إنجازها مقابل تهاوي عناصر داعش، الأمر الذي أسهم به كثيرا سلاح الجو الروسي الذي غطى هذا التقدم منذ لحظاته الأولى. فك الحصار عن مطار كويرس العسكري بالنسبة للجيش السوري أكثر من ربح معركة، وبالنسبة لداعش أصعب من خسارة جولة. أما بالنسبة للخبراء فهو بداية جديدة لمرحلة أخرى من المواجهات على الأرض السورية. لقناة النيل للأخبار، لقاء إشحادي، دمشق. أصيب أو تعقد في فيينا السبت القادم الجولة الثانية من مباحثات فيينا بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية. الخارجية السورية استبقت المفاوضات وطلبت الأطراف المشاركة بالتركيز على محاربة الإرهاب ومراعاة تطلعات الشعب السوري. قبل أيام من إجراء الجولة الثانية من مباحثات فيينا بشأن الأزمة السورية، حث نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الأطراف المشاركين في الاجتماعات على التركيز على سبل مكافحة الإرهاب في بلاده وعلى آمال الشعب السوري في إنهاء الصراع. يجب أن يضعوا في الاعتبار آمال وتطلعات الشعب السوري. إن المسؤولية الرئيسية للمجتمعين في فيينا هي التوصل إلى كافية مواجهة الإرهاب. يجب على جميع الأطراف التوقف فورا عن دعم الجماعات المسلحة أيا كان مسماها. وندد المقداد بإنزال قوات أمريكية على الأراضي السورية خلال الشهر الماضي، واعتبره انتهاكا للسيادة السورية على خلاف التدخل الروسي الذي جاء بناء على مطلب الحكومة الشرعية للبلاد، ونجح في وقت قصير في تغيير الوضع القائم على الأرض لصالح السوريين. التحركات الروسية أوقفت على الفور الجماعة الإرهابية التي فقدت عددا كبيرا من المسلحين والمواقع والذخيرة، وتم الحد من تحركاتها على الأرض. بدوره أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن روسيا هي لاعب رئيسي لإيجاد حل سياسي في سوريا، وأن مشاركتها في حل الأزمة يمثل فرصة، مشيرا إلى أن الحرب على مسلحي تنظيم داعش هي حرب شاملة تحتاج إلى تحرك جماعي. وزيرا خارجية روسيا وإيران أكدا أن محادثات فيينا ينبغي ألا تحل محل المفاوضات بين المعارضة وممثلي النظام السوري، مشيرا إلى أن الدور الرئيسي لمجموعة دعم سوريا هو مساعدة نظام دمشق والمعارضة على التوصل إلى اتفاق. هذا ويعمل المشاركون في اجتماعات فيينا من أجل التوصل إلى قائمة لوفد موحد يلقى استحسان جميع الأطراف الخارجية من أجل تمثيل المعارضة السورية في مفاوضات محتملة مع النظام.
أصيب 8 أشخاص على الأقل جراء قصف الحوثيين لمستشفى الثورة العام في محافظة تعز جنوبي اليمن، فيما تستمر الاشتباكات بين المقاومة وميليشيات الحوثيين ورئيس السابق علي عبدالله صالح في مناطق مختلفة. من جهة أخرى، استهدفت طائرات التحالف آليات عسكرية للحوثيين وقوات صالح في منطقة الزيادي بمدينة المخا الساحلية التابعة لمحافظة تعز، ودمرت منصة لإطلاق صواريخ الكاتيوشا. يأتي هذا فيما قتل 13 من المتمردين في كمين للمقاومة الشعبية استهدف مركبتين عسكريتين تابعتين لهم جنوب مدينة تدمر في الضالع. استمرارا للأزمة الإنسانية التي تعصف باليمن منذ شهور، ذكر ائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز جنوبي اليمن أنه قام بتوثيق مقتل ما يقرب من 1624 مدنيا وإصابة ما يقرب من 15952 آخرين، فيما بلغ عدد المنازل والممتلكات الخاصة التي تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي ما يقرب من 3276 منزلا، وذلك منذ بداية أحداث الحرب في المحافظة في 18 من مارس وحتى نهاية أكتوبر الماضي. الائتلاف أشار في سياق تقرير صادر عنه حول الوضع الإنساني بالمحافظة إلى أن نسبة النازحين من مناطق المواجهات بلغت ما يقرب من 70% من عدد سكان هذه المناطق، فيما بلغت نسبة المنشآت والشركات الصناعية التي أغلقت ما يقرب من 90%، الأمر الذي أدى إلى رفع نسبة البطالة إلى ما يقرب من 95%، كما أغلقت ما يقرب من 95% من المستشفيات والمراكز الصحية بسبب انعدام خدمات الماء والكهرباء والمشتقات النفطية وتعرضها للقصف المباشر. وكشف التقرير عن أن 600,000 أسرة في محافظة تعز تحتاج إلى إغاثة عاجلة في مجال الغذاء، بينما يحتاج ما يقرب من 1.5 مليون شخص إلى إغاثة عاجلة في مياه الشرب، فيما تحتاج المحافظة إلى المعدات والمستلزمات الطبية والأدوية وحملات النظافة وإعداد مستشفيات متنقلة في أماكن القتال. رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح من جهته أعرب عن أسفه لما تقوم به الميليشيات الانقلابية ضد المدنيين العزل، مؤكدا أن الحكومة تدرك مسؤولياتها الوطنية وتبذل جهودا حثيثة للتوصل إلى سلام يحقن الدماء في أقرب وقت ممكن، محملا الانقلابيين المسؤولية الكاملة عن القتل والدمار الذي حل بالبلاد. وعلى المزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من عدن السيد نادر الصوفي الكاتب الصحفي. سيد نادر، ما هي آخر التفاصيل الخاصة بقصف مستشفى الثورة العام في محافظة تعز؟ سيد نادر، فقدنا الاتصال بالسيد نادر الصوفي. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا من الأخبار بعد الفاصل. الاتحاد الأوروبي يطلق صندوقا لإفريقيا برأس مال قدره 1.8 مليار يورو لمواجهة أزمة الهجرة. السيسي يؤكد من شرم الشيخ أن مصر آمنة ومستقرة وأن أحدا لن يتمكن من كسر إرادة المصريين. استشهاد فلسطيني إثر مداهمة وحدة إسرائيلية لمستشفى في الخليل. أكراد العراق يشنون هجوما واسعا لاستعادة سنجار من قبضة تنظيم داعش الإرهابي.
الآن مع الأخبار الاقتصادية في هذه النشرة بصحبة حنان الخولي. إليك حنان. شكرا لكم نرمين وأمل. المشاهدين أهلا بكم في هذه النشرة الاقتصادية من بانوراما النيل وأبرز ما فيها. البورصة تستعيد موجة الصعود وتحقق مكاسب متوسطة وسط توقعات باستمرار الارتفاع. من العنوان الرئيسي ومن البورصة المصرية والتي تشهد حاليا منتصف تعاملاتها ارتفاعات ملحوظة وسط توقعات باستمرار المكاسب بعد التراجعات الكبيرة التي شهدها السوق في الفترة الأخيرة. هذا وقد صعد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.59%، في حين ارتفع مؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 0.95%. امتدت مكاسب منتصف التعاملات إلى مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.47%. قال طارق الملا وزير البترول إنه عرض على مجلس الوزراء 4 مشروعات بقوانين للبحث عن البترول بين شركة جنوب الوادي للبترول وأربع شركات عالمية للتنقيب عن البترول في 4 أماكن مختلفة. أضاف الوزير أن عائد الاستثمار للـ4 مناطق سيصل إلى 32 مليون دولار بالإضافة إلى 2 مليوني دولار منحة توقيع غير مستردة لحفر 11 بئرا، مشيرا إلى أن المدد الزمنية للاستكشاف محددة وتتراوح من 5 لـ6 سنوات ويتم تقسيمها إلى مناطق جزئية. أكد وزير التموين دكتور خالد حنفي أنه تم الاتفاق مع أصحاب السلاسل التجارية الكبرى على وضع مبادرات لخفض أسعار عدد كبير من السلع الغذائية الاستراتيجية. أضاف وزير التموين خلال الاجتماع الذي عقده مع عدد من أصحاب السلاسل التجارية أنه سيتم الإعلان عن مبادرات لتخفيض الأسعار وعدد السلع وأنواعها الأسبوع المقبل. وأشار الوزير لأن وزارة التموين تعاقدت على كميات ضخمة مميزة ويمكن توفيرها للقطاع الخاص بقواعد السوق وبأسعار تنافسية لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة. بحث سعد الجيوشي وزير النقل مع خالد حنفي وزير التموين، بحث معا أوجه التعاون بين الجانبين لتنشيط نقل البضائع والسلع التموينية عبر السكك الحديدية ونهر النيل. وصرح وزير النقل أنه يسعى لتنشيط نقل البضائع عبر السكك الحديدية ونهر النيل وفق خطة طموحة تنتهجها الوزارة، خاصة أن المنقول حاليا من البضائع عبر السكك الحديدية لا يتجاوز 1%، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى للوصول إلى نسبة 20 أو 30%. قال سفير إثيوبيا بالقاهرة محمود درير إن بلاده تستهدف زيادة التبادل التجاري مع مصر إلى 500 مليون دولار خلال 5 سنوات القادمة، موضحا أن حجم التجارة البينية في أفريقيا لا يرقى للمستوى المطلوب من هذه الدول والتحديات التي تواجهها من حيث العوائق التجارية. ولفت سفير إثيوبيا إلى أنه تم الاتفاق بين كل من مصر وإثيوبيا على إلغاء الضريبة المزدوجة، كما أن هناك اتفاقية لتشجيع وتحفيز الاستثمارات بين البلدين. في تونس ذكرت وزارة السياحة التونسية أنه تم توقيع اتفاقية تعاون بين تونس والجزائر في مجال تطوير المنتج السياحي، إذ تهتم الدولتان بإعداد مخططات تهيئة سياحية للمناطق الحدودية بين البلدين لتنميتها. ويشار إلى أن عدد السائحين الجزائريين في تونس قد تجاوز 1,200,000، كما تسعى الاتفاقية لتطوير النقل البري والبحري لتسهيل تنقل مواطني البلدين وتحسين الخدمات في المعابر الحدودية. أفادت هيئة الاتصالات العراقية أنها تنوي بيع رخصة رابعة لاتصالات الهاتف المحمول في خطوة ستزيد المنافسة بالسوق التي تعاني بالفعل من تهاوي الإيرادات وتعطيلات الخدمة بسبب الحرب. ودفعت كل من شركات المحمول الثلاث العاملة في البلاد أسيا سيل وزين العراق وكورك
1.25 مليار دولار مقابل رخصته والبالغة مدتها 15 عاما في 2007، ثم 307 ملايين دولار إضافية نظير الطيف الترددي الضروري لإطلاق خدمة الجيل الثالث في وقت سابق هذا العام. إذا انتهت مشاهدينا نشرتنا الاقتصادية، شكرا لطيب المتابعة، عودة مرة أخرى لمواصلة بانوراما نيل مع نرمين وأمل، إليكم. شكرا حنان. أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم إنشاء صندوق لمساعدة إفريقيا على مواجهة أزمة الهجرة يبلغ رأس ماله 1.8 مليار يورو، كما تم دعوة كل من الدول 28 الأعضاء إلى المساهمة فيه. كما وقع زعماء دول الاتحاد اتفاقا مشترك بشأن الهجرة خلال القمة الأوروبية الإفريقية بمدينة فاليتا عاصمة مالطا. كانت القمة قد ناقشت أزمة الهجرة الغير شرعية ووقف تدفق المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي بمشاركة أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة أوروبية وإفريقية، إضافة إلى ممثلين عن عدد من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضية الهجرة. السودان بالقاهرة إن أطراف عملية السلام في بلاده ستوقع اتفاق السلام بصورته النهائية في 17 من الشهر الجاري، وأن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي. فأوضح سفير جنوب السودان خلال مؤتمر صحفي عقده بنقابة الصحفيين بالقاهرة حرص الحكومة على توقيع الاتفاق حقنا للدماء وتحقيق السلام. أود أن أعلن رسميا أمامكم هنا أن الحرب في جنوب السودان قد توقفت، وبدت عملية السلام والمصالحة وإعمار الجنوب. بهذه النبرة الواثقة استعرض سفير جنوب السودان لدى القاهرة أنتوني كون في مؤتمر صحفي مجريات عملية السلام في بلاده وجهود إنهاء الحرب الأهلية التي استمرت قرابة عامين، وذلك بعد توقيع الاتفاق الأمني لإحلال السلام بين الحكومة الشرعية والمعارضة في أغسطس الماضي. ما قبل الفترة الانتقالية ومدتها 90 يوما، وتبدأ فور التوقيع على اتفاقية السلام. بعدها بتكون في فترة انتقالية، الفترة الانتقالية هتكون لمدة 30 شهرا، هي الفترة الانتقالية، تكون بعد بدايتها حكومة وطنية، رغم أن لدينا تحفظات كثيرة حول بعض بنود الاتفاقية، فكانت قناعتنا أن نوقع ثم نطلب من الإخوة في الأطراف الأخرى هم المثلة في المتمردين بأن آتوا إلى الجنوب، ونبدأ بعد كده في عملية بناء السلام. كنا أشار إلى احتمال توقيع أطراف عملية السلام الأربعة، الحكومة والمعارضة ومجموعة العشرة والأحزاب السياسية، على الاتفاق النهائي في 17 من الشهر الجاري بحضور أطراف إقليمية ودولية. وقعت كل الأطراف ما عدا طرف واحد ما زال لم يوقع حتى الآن، وطرف الأحزاب السياسية، ونحن نتوقع يوقع الأطراف الطرف أو أحزاب سياسية هذه الاتفاقية قبل بدايتها. بعض المحللين يرون أن الاتفاق رغم أهميته لن ينهي كافة أسباب الصراع بين الحكومة والمعارضة في ضوء استمرار حالة الاحتقان السياسي بين الطرفين وعدم التزامهم بتنفيذ اتفاقات السلام السابقة. محمد أبو حمد، النيل. لقي شرطيان مصرعهما وأصيب شرطي آخر في اشتباكات بين قوات الأمن التركية وأعضاء من منظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية. الاشتباكات وقعت في بلدة سلوان التابعة لمحافظة ديار بكر بجنوب شرقي تركيا، والمفروض عليها حظر للتجوال منذ بضعة أيام، واستخدم الأكراد أسلحة بعيدة المدى ضد قوات الأمن أثناء ردمهم لخنادق حفرها أعضاء المنظمة لإعاقة دخول قوات الأمن لأحياء البلدة. بانوراما النيل مستمرة معكم مشاهدينا، وفيها بعد فاصل الرياضة.
انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 37 بدار الأوبرا المصرية. شكرا لك حسام. انطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 37 بدار الأوبرا المصرية بتكريم النجمة الإيطالية كلوديا كاردينالي ومنح جائزة فاتن حمامة التقديرية. وخلال كلمتها أكد وزير الثقافة على أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لم يعد مهرجانا ينتظره المصريون وعشاق الفن والثقافة وحدهم، بل صار ينتظره العالم أجمع لكونه يضم أحدث وأجمل الأفلام على مستوى العالم. افتتح وزير الثقافة حلمي النمنم مساء الأربعاء فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 37، وذلك بحضور عدد كبير من الفنانين ونجوم السينما العربية والعالمية. بدأت فعاليات المهرجان بكلمة لوزير الثقافة أكد خلالها أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لم يعد مهرجانا ينتظره المصريون وعشاق الفن والثقافة وحدهم، بل صار ينتظره العالم أجمع لكونه يضم أحدث وأجمل الأفلام على مستوى العالم. عاشت مصر حرة ودامت مصر قوية مضيئة ومستنيرة بفنها وفنانيها وبكم وبإنسانيتها وبنا جميعا. شكرا لكم. وقد كرم المهرجان كل من الفنانة العالمية الإيطالية كلوديا كاردينالي والفنان حسين فهمي والفنانة نيلي كريم، وذلك على مجمل أعمالهم السينمائية. كما عرض المهرجان أفلاما عن الفنانين الراحلين فاتن حمامة وعمر الشريف ونور الشريف. حضر المهرجان كوكبة من نجوم السينما المصرية، حيث يعرض المهرجان هذا العام 100 فيلم بمشاركة 64 دولة، ويحمل تكريما خاصا لسيدة الشاشة العربية الراحلة الفنانة فاتن حمامة، وذلك بتصدر صورتها البوستر الخاص بالمهرجان. ختام النشر هذا تذكير لأبرز ما جاء فيها. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد من شرم الشيخ أن مصر آمنة ومستقرة وأن أحدا لن يتمكن من كسر إرادة المصريين. استشهاد فلسطيني إثر مداهمة وحدة إسرائيلية لمستشفى في الخليل. أكراد العراق يشنون هجوما واسعا لاستعادة سنجار من قبة تنظيم داعش الإرهابي. نهاية العناوين، نهاية بانوراما. إلى اللقاء.